قلت لكم اني ابغى اسوي معاكم شوكليت فج كيك. وهذه الوصفه مره قديمه من كتاب مره قديم من كتب ماما، وغيرت فيها شويه اشياء بسيطه، واليوم حوريكم كيف تتسوى. بعد ما اخلص هكتب لكم المقادير بالضبط، بس دحين خليني اقول لكم. عندي هنا دارك شوكليت، شوكولاته غامقه ما هي محلايه، زبده، ساور كريم اللي هي يسموها قشطه رائبه، فانيلا، بيكربونات الصوديوم او بيكنج سودا، بيض، مويه مغليه، براون شوغر، سكر بني من النوع اللي يجيكم كده ستيكي شويه يلصق، دقيق ورشه ملح. اول شيء هدوب الدارك شوكليت، يا انه انت تدوبوها في حمام مائي دبل بويلر او في الميكروويف، بس لو حتحطوها في الميكروويف كل شويه قلبوها عشان لا تتحرق. هذا الشوكليت بعد ما دوبتها حسيبه على جنب، ودحين حنبدا نعمل شيء ثاني. حطيت الزبده في الميكسر وحستخدم البادل. في دي المرحله نستخدم البادل عشان بنعمل كريمينج للزبده، بنخلي الزبده نخبطها لما يصير لونها كده باهت وفاتح. طبعا الزبده هذه على درجه حراره الغرفه عشان لما نعملها كريمينج ما تاخذ وقت مره طويل معانا. حننزل السكر البني وحرجع اخلطها كمان، ندمجه كده مع بعض. دحين حننزل واحده بيضه ونخلط، يعني 1 ايج ات ا تايم، ما حاحط الثلاثه كلهم مره واحده. نزلت اثنين، وهذه البيضه الثالثه الاخيره. افضل اخلطها 5 دقائق لين ما احسها مره خلاص اندمجت كويس والسكر البني داب وبدا كده لونه يصير فاتح شويه. السرعه حتكون تقريبا عاليه. نسيت اقول لكم ان الخلاط نغير بعد ما نعمل الكريمينج ونستخدم هذا عشان يخلط احسن. انا بوقفه كل شويه عشان تقدروا تسمعوني، بس انتوا لما تشتغلوا لما تيجي تضيفوا اي حاجه توطوا السرعه. طيب دحين حنضيف رشه ملح، وححط بيكربونات الصوديوم او البيكنج سودا، وححط فانيلا، وححط الشوكليت اللي انا دوبته. خلطتها يدوب شغلت يعني اقل من دقيقه لما حطيت الشوكليت. دحين حنبدا نحط الدقيق والساور كريم، شويه دقيق شويه ساور كريم، يعني ما نحطه كله كده مره واحده، نبدا بالتدريج. هذه على اصول الكيك، لانه بنسوي الكيك على اصوله وكل المواد تندمج مع بعض لازم يكون بالتدرج ده. فانا حبدا احط دقيق ساور كريم، دقيق ساور كريم لين ما تخلص الكميه. ولا تنسوا دائما ايش تنزلوا كده من الاجناب، لانه احيانا الويسك هذه ما توصل للاجناب، فننزل اللي معلق هنا. شوفوا كيف قوامها. دحين اخر حاجه حنحط المويه المغليه وحنقلبها مره بشويش يدوب على اقل سرعه، وخلاص حتصير جاهزه الخلطه حقت الكيك. خلاص كده جاهزه عندي. دحين حاصبها في صينيتين انا باخه فيها من اول البام اللي هو الكوكينج سبراي، عبيتها في الصينيتين، هذول صينيتين صغار. الفرن من اول مشغل على درجه حراره 180، وحدخلها من 35 ل 40 دقيقه. طلعت الكيكتين من الفرن، most probably اتشققت لانه ما مسكتها كده، ضربتها ضربتين اخرج منها الهواء قبل لا ادخل الفرن، بس مو مشكله عادي، ممكن نشق الطبقه دي او انا حغطيها بحاجه وما حيبان. ريحتها رائعه، بس تبرد 10 minutes واكمل. عشان تبرد وما يعني تنطبخ زياده مع حراره التن اللي كانت فيه، وعشان ما ترطب معايا شلتها وحطيتها على الشبك عشان يعني تبرد علي بشكل احسن. بس ده الكلام بعد 10 دقائق، ما تشيلوها من التن قبل 10 دقائق عشان لا تتكسر معاكم. إذا تبغوا الكيكة تكون مستوية كلها بمستوى واحد، جيبوا سكينة العيش وتقطعوا يعني الطبقة اللي فوق لما تصير فلات. واحدة منهم فكيتها وححط في النص هذا الأوفلتين اللي أنا من أول مرة مشتهيته، جبته من السوبر ماركت. ححط في النص، بعدين ححط الثانية فوقها وحرجع أحط منه. سيحت شوية في الميكروويف بس عشان أقدر يعني أتعامل معاه. بالعافية. شيل الثانية بشويش وأحطها فوقها وحغطيها نفس الشيء. خلاص غطيتها كلها من كل الجهات. دحين أصورها وأدوقها وأوريكم هي من جوا إن شاء الله. اللي حابب يعرف قوام الكيكة من جوا كيف، شوفوا ما هي سبونجي كده، فجي كده مكتلة تحسوها. وهذه الطبقة اللي في النص حطيتها الكيكة جبارة مرة لذيذة.